السعودية تقترح وقفاً مؤقتاً ومشروطاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحركة أنصار الله تعزز سيطرتها على عدن. الجيش السوري والمقاومة يسيطران على جرود عسل الورد القلمونية، وكمين محكم يقطع الطريق بين الغوطة والسويداء. لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية تدعو الحكومة للتريث بحالة تحقيق الداو إلى النيابة العامة لوجود شبهة تعارض مصالح وتخصيص الجلسة المقبلة للميزانيات.